سليمان يقول: ما هو المراء؟ المراء هو الجدال الذي لا يفضي إلى خير، الجدال الذي لا يفضي إلى خير، وهو جدال الجاهل وجدال المكابر، فمثل هذا ينبغي الإعراض عنه، كما قال ربنا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. التيجاني يقول: هل تجوز غيبة الكافر؟ نعم تجوز، فإن النبي ربنا جل جلاله قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، يعني أخاه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. فالغيبة حرمتها بين المسلمين. هل يجوز لأب يريد أن يزكي أن يعطي لبناته من هذه الزكاة إن كانوا بحاجة إليها؟ نعم، إذا كان بناته قد انفصلن في النفقة عنه بأن كن مزوجات وهن بحاجة إلى المال نسبة لفقر أزواجهن أو شحهم، فلا حرج على الأب أن يعطيهم من زكاة ماله، لأن نفقتهم غير واجبة عليه.